أسامة ضاع فوز مهم النهاردة من النادي الأهلي. يعني احنا كنا بنشوف إنبي بيشارك في الهجمات على استحياء، يعني السيطرة كلها للنادي الأهلي، الخطورة للنادي الأهلي، الأفضلية للنادي الأهلي، ولكن النتيجة مش في صالح النادي الأهلي. صحيح. يعني أنا احنا ما طلعناش بين الشوطين، يعني أنا كاتب هنا إيه، فريق مستني يتغلب اللي هو فريق إنبي، مفيش حاجة تاني. أي. يعني أنا ما شفتش إنبي أوحش من كده في أسوأ حالاته. الجون مهزوز، خط الظهر كله مهزوز، بيوصلوك للجون زي ما انت عايز، بتوصل للجون بكل أريحية، ما عندهمش هجمات خطر على مرمى مصطفى شوبير، فرقة مستسلمة تماما، يعني مستسلمة تماما. يعني انا حتى كنت بقول لكم انا مش عارف هم ازاي في المركز الثاني، فالنادي الأهلي هو اللي اضاع فوز سهل جدا. يعني جاب 1-0، وزي ما كابتن شريف قال كان ممكن يجيب كورتين ثلاثة، بنضيع بسهولة جدا، مودست وكهربا ورضا سليم، وبنضيع فرص سهلة جدا. جه في الجون ماشي، بيحصل كرة من خطأ واتلعبت سريعة، الكرة الأولانية عملوها كويس، رجعت تاني بجون جميل لكهربا وفي الدقيقة 75 أو 73، وبعديها عندك 3-4 فرص سهل جدا تجيب الجون الثالث والرابع كمان. انا بقول لك اخطاء قاتله في فرقه انبي، مفيش، مش شايف انه في شراسه مثلا في خط الدفاع، مش شايف انه في شراسه في الخط الامامي، كورتين بكل بسهوله قدروا يجيبوهم جون، وبالذات الكره الثانيه كمان في اخر ثانيه تقريبا، او يعني دقيقه 94 ولا 95. ف انت اللي اضعت المباراه النهارده، فرص بالجمله يعني في متناول معظم اللعيبه، يعني متهيألي ما فيش حد ما ضيعش، يعني طاهر ضيع، موديس ضيع، كهربا ضيع، احمد عبد القادر ضيع، رضا سليم ضيع. ف يعني اقول ايه، اقول هارد لك، بس هارد لك لما يكون كمان يعني انت عملت كل اللي عليك، بس الواحد متضايق انه ضاع منك المكسب. كان في المكسب كان قريب جدا. يعني بكل بساطه، يعني فانا شايف انه في اخطاء طبعا حصلت في كره الجونين، اخطاء سهله جدا في الهدف الاول اللي جه فينا والهدف الثاني، ولكن في المقابل برضو انت كان بسهوله جدا تخلص على انبي بهدف تاني، يبقى فرق اثنين. ما كانش ليهم اي فرصه. صحيح. فنتمنى الاخطاء دي تتدارك الفترات الجايه، وسواء من مستر كولر او من اللعيبه، يعني لانه مش عايزين نقعد نستنزف نقط كده ملهاش لازمه. يعني انت خسران ماتش البنك الاهلي ثم النهارده تعادل، ومع انك انت فرصه كبيره جدا انك تعتلد جدول الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب منافسيك، يعني صحيح. فان شاء الله تتعوض بقى الماتشات الجايه باذن الله رب العالمين.